حتى باش نوضح للاخوات على المخزن راكم تدخلوا بزاف في لاباج ويعني دبروا جماعه شويه النيفو تاعهم طالع باسكو عييتونا ما كان حتى نيفو شكون اللي رايح تما كاينه حتى واحد موقاري عندكم ولا دونك عارفوا السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد. كنتمنى باش تكونوا بخير. مقلش الودني خوتي العزاز كيرجع لينا من جديد بواحد الفيديو على واحد القناه جزائريه، حتى كيقول ليه تبونو شنقريحه خاصك دابا تخرج وتهضر على المخزن اللي مرض هاد الشنقريحه وتبونو جا تكمل على هذا. مقلش الودني صراحه تحيه كبيره للمخزن اللي ولا معقد ليا الجزائر كامله. مقلش الودني خوتي العزاز كيقول بان كاينين بعض المغاربه كيدخلوا عنده الصفحه وكيديروا تعاليق، ولكن هما زعما ماشي زعما في المستوى، كيطالب زعما المغاربه باش يكونوا في المستوى باش يسردوا له شي وحدين اللي يكونوا زعما مثقفين وواعيين ويديروا التعاليق عند مقلش الودني. مقلش الودني بغيت نقول لك بان ما كاينش اذكى شعب في العالم قد المغرب. ما عمري ما شفت شي ذباب الكتروني حتى شفتو عندكم نتوما في الجزائر ولو كلمه واحده كيكتبوها تعليق زوين غير السب والشتم. المهم خوتي العزاز مقلش الودني كيف ما كتعرفوا ضروري خاصو يضرب كويسات عاد كيدخل البلاطو، لان صراحه ما يقدرش يهضر على شي دوله اخرى من غير المغرب والمخزن، لان المخزن مرضو مسكين في الحياه ديالهم. ما غاديش نطول عليكم خوتي العزاز، غادي نخليكم تتفرجوا الحلقه وماذا بكم تفعلوا معها بشكل كبير. الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم اصدقائي العزاز، اشتركوا وفعلوا الجرس، يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. نرجع للعلاقات الجزائريه الاسبانيه. العلاقات الجزائريه الاسبانيه، وحنا مش احنا اللي نقولوها، ان في المرحله الاخيره كان وزير هذاك تعرفوه الوزير تاع الخارجية الإسباني السيد ألباريس اللي دائما يقول كلمة ويقول المضاد تاعها. فألباريس واش يقول لما، لأن اليوم على بالكم راه فيه النهضة في إسبانيا وخاصة من عند المعارضة الإسبانية وحتى الأحزاب اللي هي مشاركة في التحالف الحكومة الإسبانية أنهم ضد القرار تاع بيدرو سانشيز. فخرجت يعني من عند المخابرات الإسبانية يعني يقول لك كومون لو غوفرنمون سانشيز سي بليي او شونتاج. دونك هنا هذه عند المخابرات الإسبانية. واش تقول المخابرات الإسبانية؟ تقول باللي عندنا أدلة باللي الشي خطير على إسبانيا وعلى سانشيز من معلومات اللي هي في يد المخزن. فلهذا كان فيه تغيير الموقف تاع سانشيز حتى كان ضرب الاقتصاد الاسباني بالنسبه للعلاقات مع الجزائر. فالتغير في الموقف تاعو سي تو سامبلومون ان كوز دان شونتاج تري فور اي سان سيكري كي بي توشي ا لاسكوريتي دو الاسبان، لان فيه بعض المعلومات اللي تقول ان حتى الوزيره السابقه للخارجيه كانت تنحات بطلب من 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 المخزن. كان فيه لقاء بين السفير تاع المخزن في مدريد مع او السفير الاسباني مع السفيره المغربيه اللي كانت في مدريد، تلاقاو كانت طلبت المخزن باش تتنحى هذيك يعني الوزيره السابقه للخارجيه تاع المخزن كي تيك contre ce principe de changement de position. وكانت عندها يعني بعض التدخلات اللي ما كانتش في صالح المخزن. فاليوم عندنا ان تروازيام باكي لا تروازيام دو مومبر دو غوفرنمون يعني الشخصيه الثالثه في الحكومه بيدرو سانشيز وهي وزيره العمل اللي هي من حزب التحالف اللي دخل مع سانشيز في تاسيس هذه الحكومه، انها تكلمت بوضوح كامل وهي هي مرشحه نفسها لخلافه بيدرو سانشيز. وحقيقه الا بغيتوا تفهمونا الاسبان اننا رانا ندخلوا في الشؤون الداخليه، لا احنا نحلل الوضع السياسي هناك في بلد جوار. اوني اوبليجي داناليزي سكي سباس شي نو فوازان باسكو هذا يهمنا، احنا نتقاسموا البحر الابيض المتوسط وتهمنا السياسات المنتهجه او التطورات السياسيه في هذه البلدان. اذا السيده هذه واش تقول؟ تقول اذا انتخبت في 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 يعني الانتخابات الجايه اللي هي تكون في 2024 ساغير الموقف تاع اسبانيا نزاع القضيه الصحراويه ونعاود نرجع للموقف اللي هو تاريخي وموقف قانوني، لان حتى نعاود نرجع واش قال ألباريس. ألباريس يتهم الجزائر انها تتدخل في الشؤون الداخليه لاسبانيا. لا سي ألباريس، لا، هنا في اسبانيا دير كيما بغيت.
ولكن حنايا رانا اعضاء في زوج انتوما وحنا، لان انت تتكلم على الصداقه بين الشعبين، صداقه قال السيد رئيس الجمهوريه داير سي بور سولا، على هذا اللي ما قطعناش الغاز كنا قادرين نروحوا لحاجه اخرى. في ازمه خانقه للطاقه كنا نقطعوا الغاز، كون جينا كما بعض يعني السياسات اللي تاع جوارينكم باغ اكزومبل تاع التعنث اللي ما تحترمش الاتفاقيات، ما تحترمش القوانين، كنا نقطعوا الغاز كنا نديروك في معزق كبير. ولكن جوستومون باسكو كان الصداقه بين الشعب الجزائري والشعب الاسباني، قلنا حتى اذا كان فيه خلاف سياسي ما لازمش يمس الشعب الصديق الاسباني، ولهذا اللي كان التعامل تاعنا تعامل موضوعي وتعامل بحكمه مع الشعب الاخ الاسباني اللي نتقاسم معه تاريخ وسنوات وسنوات وسنوات. اذا ما تدخلش لاميتي في الشيء اللي درتوه. لما تقول الجزائر تتدخل في الشؤون، لا، رانا عضوين في الامم المتحده، في الامم المتحده كان اون شارت وهو الميثاق تاع اللي يسير الامم المتحده، كاين قوانين سكون ابيل يعني لي لوا انترناسيونال اوكال الاسبان اللي راتيفي لي ديفيرونت كونفونسيون لي ديفيرونت اكور الى اخره. فاسبانيا عندك مسؤوليه في الشيء اللي خلقته لنا كمشكل في الجوار تاعنا في قضيه الشعب الصحراوي والصحراء الغربيه، لان في 75 انتم اللي كنتوا تما، وكان مفروض عليكم قانونيا بالقانون الدولي انكم ديروا ان ريفيروندوم انتخابات وتسلموا السلطه للشعب الصحراوي بعد الانتخاب تاعو وتخرجوا، ما تنفذوش ارض تمدوها للمخزن. حتى باش نوضح للاخوه تاع المخزن، راكم تدخلوا بزاف في لاباج ويعني دبروا جماعه شويه النيفو تاعهم طالع، باسكو عيطونا ما كان حتى نيفو. شكون اللي رايحكم تما؟ كاينه حتى واحد موقاري عندكم ولا؟ دونك كي تدخلوا اعرفوا شنو تكتبوا. باسكو انا نقول لكم، لما في الحسن الثاني في 75 دار المسيره الخضراء، المسيره الحمراء، لان استعمال النابالم ولي غاز موطارد الى اخره، هذه ماهيش مسيره خضراء، ماهيش مسيره خضراء. كان يقول، انا اقترح حتى على الرئيس الراحل هواري بومدين، لانه هو ما كانش مستعرف حتى موريتانيا بالوجود تاع موريتانيا، ندوا الصحراء الغربيه ونزيدوا ندوا طرف من موريتانيا. كان يقول يعني حتى في البدايه لما نشب الاخر، كان اتفاق مع موريتانيا بينه وبين موريتانيا وين تقاسموا حتى الصحراء الغربيه. انت هذه الارض اللي هي ارضك كيف تقسمها مع واحد؟ في الستينات من اوائل تاع الحكومات اللي طالبت باستقلال الصحراء الغربيه هي المملكه المغربيه. نقول لها المملكه على جال الستينات، على جال الموقف تاعها تاع الستينات. نقول لها المخزن على جال التلاعب اللي تلعب فيه مع القوانين الدوليه. إذا احنا ما ندخلوش في الأمور الداخلية للدول، ولكن من حقنا أننا نرفض نكونوا أصدقاء مع الناس اللي ما تحترمش القانون، لأن احنا دولة اللي تحترم القانون الدولي. دونك أون بو با إتر أمي أفيك يعني دي زيتا اللي ما يحترموش القانون. دونك فوالا، هذا هو الشيء. بركا سي با لا بوليتيك انتيريور، دير كيما بغيت في بلادك ما يهمناش. ولكن بالنسبة للقانون الدولي، لا يا أخي، ما نطيقش تكون الصديق تاعي، ما نطيقش نتعامل معاك لأنك خداع. سمعوك في التليفون كاش ما قلت ولا كاش ما داوك عرضه ولا بدلت الفيستا وبغيتني نتمشى معاك، لا، انت قادر تبدلها ثاني غدوه كون يسيبوا لك حاجه اخرى. دونك سي بور سولا اللي احنا مع الشعب الاسباني ما كان حتى مشكل، مع اسبانيا ومع ملك اسبانيا ما عندنا حتى مشكل، عندنا مشكل وهو مشكل مبدئي، مشكل سياسي مع حكومه بيدرو سانشيز. نقطه الى السطر. هذه باش نفرغ يعني الشكارة، لأن كي تقرا واش يقول الفاريز تقول انت حنا هما اللي رانا ظالمين. وعلى سبيل الذكر أن غدا إن شاء الله سيستقبل بيدرو شانسيج من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذه المعلومات الأخيرة اللي هي في حوزتنا. شيء آخر، أن بالنسبة لي يعني حتى كان هذا هو الفيديو خوتي العزاز، كنتمنى باش تكونوا فوجتوا وضحكتوا شي شويه مع هذا مقلش الودنين. صراحه هذا المخلوق هذا الله يسمع علينا كيضحك، كيما كتشوفوا خاصك تضحك، وكيزيد كيقول لك المغاربه والمخزن، يا ودير المخزن ما غاديش تقدر عليه، يا مقلش الودنين، المخزن راه خدام في صمت، وانتم دائما في القنوات ديالكم خاصكم تخرجوا وتبقوا كتنبحوها، وهو هو المخزن المغرب المراركه المغاربه. خوتي العزاز ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.